خالد هناخد اهم نجوم منتخب مصر وانجلترا وشيلي والعراق في طبعا نبتدي بطبعا منتخب مصر يمكن ابرز النجوم اللي سمعوا بشكل كبير جدا سواء في كاس امم افريقيا الاخيره او بدات جت لهم بعضهم منهم عروض احتراف اوروبيه جيده مصعد دايم انا جايب كمان يمكن ارقام التيشيرتات برضو بتاعت اللعيبه عشان الناس تتعرف عليهم حتى للمنتخبات الثانيه دي اعتقد هتكون مهمه منتخب مصر طبعا حارس المرمى مصعد عوض رقم واحد يعني الورقه دي لو جت اول امبارح كنت هكتب لك الفريق الاسماعيلي لكن خلاص رسميا بقى في الاهلي انضم للفريق الاهلي رامي ربيعه المدافع رقم 6 من الاهلي ايضا الثلاثه في وسط الملعب ثلاثي فريق ام بي ثلاثه مميزين جدا صالح جمعه رقم 10 احمد رفعت رقم 7 ومحمود عبد المنعم كهربا رقم 4 في المنتخب دول ابرز ثلاث لعيبه في خط الوسط من فريق ام بي ثم راس الحربه احمد حسن كوكا اعتقد من النجوم اللي هتكون مميزه جدا في البطوله وهيسلط عليه الاضواء من ريو احمد سمير لاعب الداخليه لاعب مميز جدا طبعا في لعيبه مميزين كتير لكن دول يمكن مظبوط مظبوط في اكتر من لاعب طبعا في محمود حسن تريزيجيه في اكتر من لاعب لكن دول يمكن السته الصحافه الاوروبيه تحديدا حتى اتكلمت عنهم وجات لهم عروض احترافيه في الفتره الاخيره بعد كاس افريقيا جميل نروح لمنتخب انجلترا ونشوف ابرز النجوم في منتخب الانجليزي طبعا يمكن اسماء لسه جديده مش معروفه بالنسبه للناس في مصر لان انهم لسه صغير هيكون موجود رقم 7 جيمس وارد بروسي ده بيلعب في ساوثهامبتون الانجليزي من اللعيبه المميزه جدا في وسط الملعب رقم 6 كونور كودي ده بيلعب في ليفربول من الانديه القويه جدا في انجلترا رقم 8 لارنيل كول ده لعيب مميز ايضا بيلعب في مانشستر يونايتد ثم الاثنين راسين الحربه بقى المميزين جدا عندهم رقم 9 ورقم 10 هاري كين في توتنهام وكريستوفر لونج او كريس لونج بيتقال عليه بالاختصار يعني بيلعب في ايفرتون دول ابرز يعتبروا خمس لعيبه في المنتخب الانجليزي ويعني نخلي بالنا منهم ويبقى في رقابه عليهم لانهم لعيبه مميزين جدا وهيشكلوا هم دول الخطوره على منتخب مصر نروح لفريق تشيلي اقوى فريق انا في رايي والمنافس الاقوى في مجموعتنا بالظبط فعلا عندهم تشيلي منتخب تشيلي عنده لعيبه مميزين جدا كمان سواء بيلعبوا محليا في تشيلي او محترفين برضه في اوروبا في لاعب الوسط كريستيان كويفاس ده بيلعب في تشيلسي الانجليزي رقم 15 بيلعب مع الفريق الاول خالد لا طبعا بيلعب لا ما بيلعبش مع الفريق الاول لكن متواجد مع فريق الشباب في تشيلسي رقم 14 بريان رابيلو ده بيلعب في سيفيليا الاسباني من اللعيبه المميزه جدا رقم 10 برضه لاعب وسط نيكولاس ماتورانا بيلعب في يونيفرسيتاداد في تشيلي ثم في خط الهجوم عندهم ثلاث مهاجمين برضو مميزين جدا رقم 9 فيليبي مورا بيلعب في اوداكس ايطاليانو ده فريق في تشيلي على فريق محلي رقم 11 انجيلو هنريكس بيلعب في مانشستر يونايتد الانجليزي برضو مع فريق الشباب في مانشستر يونايتد ثم رقم 18 نيكولاس كاستيلو بيلعب في يونيفرسيتاداد في تشيلسي في تشيلي ايضا من الانديه المحليه في تشيلي اعتقد لعيبه كتير محليين و رغم كده عاملين نتائج ممتازه منتخب العراقي بالظبط هم معظمهم طبعا لعيبه محليين ما فيش لعيبه محترفين خالص في المنتخب العراقي لكن الميزه انهم يعني بيلعبوا مع الفريق الاول يعني بيلعبوا مع الفيرست تيم في الدوري العراقي ممتاز فده بيديهم خبرات وبيثقلهم شويه في رقم 7 كاظم لاعب دهوك العراقي رقم 10 محمد جبار شوكان ده مهاجم بيلعب في اربيل العراقي رقم 8 مهند عبد الرحيم ده هداف المنتخب العراقي للشباب بيلعب في دهوك ايضا ثم رقم 13 علي قاسم ايضا راس حربه بيلعب في الزوراء العراقي دول ابرز اربع لعيبه مميزين في المنتخب العراقي فريق متميز الحقيقه